السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ خبرنا عليكم شي شوية. السبت اللي فات نظمنا واحد الخرجة جاو فيها واحد الإخوان. أنا غادي نحط لكم اللقطات الزوينة اللي عجبتني اللي تكلمنا فيها اللي صقنا فيها مزيان في شي طرقان زوينين. المهم إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا بالقناة وتخليوا اللايك باش تشجعونا شي شوية. وإن شاء الله فاش تكون شي خرجة أخرى من هنا شي أسبوع ولا شي جوج الأسابيع راه غادي ننظموها عاوتاني على الصفحة ديالي في فيسبوك. وشكرا ومع السلامة. غا تعمرو غيس اليوم واقيل الله يجا حيت شي واحد البيكالا شبعت بها دوران غنصيفطها لكم في الواتساب اليوم كلها مسودية لامورتيسور مع هذا مصدي بالصدى والو ما كيهبطش حتى مليمتر ما كاينش مليمتر ديال الديبارم والله حتى خرجت بها تسخفت ولكن هي اللي بلاتني بالبيكان هي البدايه هي اللي علاش بنادم خصو يبدا باي بيكاله في الاول كيتبلى هذيك الساعه كيفكر ما كتبقاش عنده ديك الفكره ديال نشري موطور حتى والله كيقتلونا داك صحاب شري موطور حسن ليه قاص اي باش كتعجبني كتوصل العقبة عندها مع العقابي كاين الوطا ما عندهاش معاه كاين العقابي كتوصل عندك كتجبد نمشيو تضربة كاينة تما تاهي كدوز ولكن تضربة احسن الله عليك تجنبها مني الغابة الكبيرة ديال بديلية تحت كاينه بحال واحد الفيلا ولا ما عرفتش شنو من ايامات الاستعمار لا لا ما يدير لك والو الا كان السلوك مطوندين الا كان السلوك مطوندين يتفرقع العود الناس ديال اللي واحد الواليده عندنا عساك كنا عرف الله فقط تريني ما دير لك لا مسمنات لا والو كيديروا اليوغا الشباب صحه النوبه صحه ها لك النوبه عطيونا بيكالات حيت الهبطه وهي الصراحه الجدره في العقبه احسن من البيكال طرف صغري عمري شريت بيكال انا دوزت في صغري لا في صغري انا انا كتقول لي الوالده واش كنتي ولدي محروم من بيكال ولا شنو الشتا خارج البرد خارج مي واش غدير وعقبانيت انا كنتقل هادو معقبات على الريق كنا راه ما فاطرين شو واقيل كنت واحد فينا ما فاطر انا والو ما كنتطرش ملي كنخرج الصباح ضربت انا عاد ميراج ضربه على الريق ديال بصح
انت تما كنت خمسة ونص راه خصها قلت لا خمسة ونص راه هضام ديما الطوبل ديما الطوبل خمسة ونص راه مزيانة حيت هضم بابا معلم شي على يسار نيشان 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 انا نضادر مبقاش كيبينو ليا والو لا 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 مالك شوف الصابين اللي كيديروا واعر واعر ترى الغابه بحال بحال الدار ها تحت السلسله وكيبان لي قاده وزاده ها واش فيه خصو ما نكونوش درنا عليه طاحت لي في الطواله صافي ما نكونوش درنا بدلنا الاتجاه الله الهوميديتي صعيب فيها في التنفس الدري وهي عندك يتوضر في الغابه والضبابه شي واحد كيعيط ليا بعدا الو لا ما بعادش راه الضبابه باش ما كتشوفناش انت في ديك العقبه ياك اللي فيها صافي واش باقي جاي بقى جاي بقى جاي طوال ما تضر علم الله على الله احنا واقفين كنتسناوك ازيد كي جاتك الضبابه مزيانه ديزوري لا بالعكس انت اللي سمح لينا ما مع... فخبرناش كنا نتسناو كاملين ماشي مشكله صافي صافي او يتذكر في صديها لا ماشي مشكله صافي صافي حلاوه الديكار ما عندك ما دير الضبابه دابا راه ما خلاتكمش تشوفوا هذا المنظر كي داير بالعكس كيف زوينه جاي لا حيت هنا كاين واحد المنظر زوين كاين واحد الحفره انتم كاين واحد الباليش كاين واحد الهبطه هاجي ندور على اليسار احبس كيف من انت دابا بين المنظر زوين كيحيدوا من الحجر واقيلا مقلع ديال الحجر يلاه بداو كيسدوهم هنايا في الكوره نعم منظر خطير هذا كنهبطوا ليها كندوروا عليها دابا الضباب بان ليا واقيلا ايفيتيو هي فاش غتهبط غتولي كتشوف حداك وليني ما غيبانش لك داك المنظر كامل اللي بغينا نشوفه لا زوينه هذه لي فاليز دو بوسكور او عرفتي كي كيبان صاحبي ماشي مشكل الطرق اللي دزنا منها هانيه سير مبغيناش تقطح لك السلسله حيت الحجر حسن متشرفين خويا الياس الياس الرشيقي وقيلا ولا لا الياس عطار عطار صح صافي صافي متشرفين كنقلب على نظاضري هما لاصقين في صدري بقيت كنقول ويلي طاحوا لي ولا شنو عندك ضرب عين صاحبك اللي وراك
غادي نتخرفصوا على خونا الياس. تابعين الطريق مع شكون اللي مطراسيها بروايده، انا الطريق اخرى لهيه هاي هنا. سيركوي زوين انت هذا؟ اه انا كندوز من هنا بوحدي، راه قلت لك كندوز من هنا ما كاين اللي كيدوي معاك. لاكس الناس اللي سارحين كيسلموا عليك، الدراري كيترينيو كيقولوا لك بالصحة. الشانطة كيطلع ليا في راسي يعني المازوت، الريسك ديال لي زاكسيدون والمازوت بوليسيون خويا الطبيعة. هادشي راه كتنسى واش عندك شي ولاد في الدار ولا واش خصك دير شي، كتبقى تعرف هاد الطريق والبيكالا وياه. الله صافي بيكالا تاعنا والله. طريق زوين هادشي. لا ما كاينش الغيس، انا عارف غير تبوسكوره. هذا بحال عندها التراب مخلط الرمله، بحال عندها التراب فيه الرمله كيشرب. قليل البلايص اللي كتلقاها مجموع زوين باش كتجيب هذا لا سسبنسيون هذه على حساب الوزن ديالك اللي عند انت عندك روسور، انت ما عندكش هادشي انت مهني هذه. ما ناضيش ولكن زعما مهني ما فيهاش الريكلاج. هذاك شي الموتيستور البرد حسن كيرطب الطريق، الروسور باش خايب كيلوحك الا كانوا الحجر بزاف كتحس براسك بحال كتزعلل في الترامبولين. دابا اللي عندك انت شنو هادي؟ اونديرو الداون هيل هي اللي فوق من هذا. الداون هيل كيكون عندها هذا الكرون هذا التاج مدوبل وحده اخر حتى الفوق، لا كيكونوا جوج مدوبل باش تكون صحيحه من القدام وكتكون بحال عاليه من القدام ومن اللور الحدوره حيت ديما انت هابط يلا غتجي مقاد ديالنا. ترى مو الدراري ما عارفينش راسنا في غادي. الله الله احنا شاريين حجر ما عرفنا في غادي. السلام عليكم. صحة كما كنمشي على ديك الطريق اللويزية. اللويزية شحال تقدينا منه؟ 13 مابقاش حيت البني كثر. 13 حيدوه حيدوه كاع حيت انا عاقل عليه كانوا كيدخلوا مساكن الدروب الدار. وكنا جاو لكازا والله تكون داروا فينا خير كبيرة وبنادم بزاف. هاي من بيضالي وسبقكم يلا ساقوين البرد.